بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وآله وصحبه أجمعين. باب الصلح أو بعض سجباس سلح كرنيكا سلح كدنواتا بيكاتين بونهشتني شو شيدو كساني عن زياتر خواهي قولها دفرمي والصلح خير بيكاتين باشترا هروا پیغمبر صلى الله عليه وسلم فرمويتي الصلح جائز بين المسلمين إلا صلحا حرم حلالا أو أحل حراما. فرمي بيكاتنو صلح لنيوان مسلمان دا درستة تنها بيكاتنك درزنيا كحرامي بي حلال بكري يعني حلالي بي حرام بكري. أول شيء ترمزي وابن حبان روايتي عن كده حديثة شيء صحيحة. جاء وجبزانا ما بس لصلح بيكاتني أول شيء لنيوان خلشي دا نميني. جاء أقر بقنجي او چشه بسلوح کردن ببرتوا او باشتره هر وکو تازه لآیت شیخ وای تبارو تعالی فرموی پیکاتن باشتره هر وها امام عمریش رضای خواهی دی بفرمویتی رد الخصوم حتی یستلیحو فإن فصل القضاء یورث الضغائن بین الناس. افرمویی چشه تیکان وانی چشه انه بیانگر نوا تاكو سلحيب كان لدروا واتا اول زاد ببرياري شرعي شكي مبر النوا بركو يكم زاد بيانقر النوا تا برشي لدري بو خويان بيك بين لوت كفا ان فصل القضاء برياري قاضي بجوري شريعتي اسلامي جبي يورث الضغائن بين الناس ابيت هوي رقوقينا لنيوان خلشي دا واتا اول شرعكي دا دوريني لمحكمي ناباتوا رقي لويدي ابيتو خفتشي لكويتا ناودري اجاكيني بصلح بيك نهاتو صلحك نجاحتي نينا او كاتب بريال شريعة اسلام شيشكي ببرين نوا جاء فرمي هو بيك هاتين صلح كردن قسماني دون نوع الصلح كردن هيا احدهما بشي كم يعني يجري بين المتداعيين او صلحا دي تجيل بين دو كسان كشيشيان هيا يك دعواي اشتيشيكا او يدي كجيان اعترافك عن اعتراف ناكا او جاء وهو نوعاني او صلحيك لبين دو شيشيان رؤدا دو جوري هيا احدهما جوري يكم صلح على اقرار او الصلح لسرشتشي كداني بيدا هندرابي مثلا تو دعواي لكسك كيري او شتي امنا او يجي اعترافك على راستك ايتوا برامور با صلحي بكين يعني اعترافناك برامتو دو شاهدت هنا كشتك ايتوا كوابو اقرار مدعى عليه يعني دان بيدا هناني دعوى لكلاوي هم هبون يدو شاهدا لطرفته وش يك حكم يان بود ادري اجام او زور الصلحة صار حارتي هنا يعني كدعوات لشت كسكت او مارا ماري تو يعني او حقا حقي تو او جي اعترافي كيف يعني اعترافي نكل برامة دو شاهد هبون او صار حالت هي او صلحة بصار نوعي اكلي يكم يعني حالتي يكم افرمي فان جرى على عين غير المدعاتي اگر پیک هات نکاه هات جیل سر ورگیت نیست یه چی که آوشت غیر المدعاتی زیگه لوشتی بو که دعوت کردیم مثلا دعوت لکابرای کرد گوتن او خانوا مرچی منه اویش گوتن راست کی یعن گوتن راز نکی برام اتو دو شاهدت هبون دو شاهد شاهدی هن دا گوتن اشهد بالله او خانو خانوی تو او جا که شاهد اثبات بو طبعا دبی خانو که تسلیم کاتوا برام دعوه لیکن آوکت چی گود؟ گوتی خانوکم لیور مگروه لیم مستینه و لجاتی خانوکت او اتون بیلد دادمه یعن ست هزار دینار دادمه او صلحیان درسته لوت که فهو بیعون او جور پیکاتنه درسته و بکرین و فروشنن دا عدره برام کرین و فروشنه که بی لفظ صلحی باوشه صلح روی دعوه ازا او صلح چی پی اگوتره؟ پی اگوتره صلح المعاوضه صلح المعاوضه يعني چی؟ يعني پیکاتنی گورینوه لجياتي ما في خود ما في شديد ورقتيا لجياتي خاني شوي اوتوميل ورقتيا عن ستة زار دينار ورقتيا مسألة كواب تثبت فيه أحكامه حمو بريارة كان كرينو فروشني ليدين جي لصلح معاوضة كالشفعتي وقب الشفعة ورقتنا واقر معركة هاو بجبو دعاية بحسي شفعي إن شاء الله بدري يجرون كينوا والرد بعيب يعني قران نوي بعيب ما سلاسيا أقر أو أشتي لبدل أو خاني خود ورقتيا عیب دار بو بو تیشتکی بگرین یو پی رازی نبی هر وها پشه من بو نوی مرز حتا سی رو جان لو سلحی دا با مرز دابنین برین ما فی پشه من بو نوی نبی یعن پشه من بو نوی مجلیس دا ایدانش گی هل مجلیسی سلح کد لگر که دوائی پشه من ببیوا او حکمانی همو لیده نزی و درستا هر وها و منع تصرفه قبل قبضه هر وها
منع او كابراي كسلح كرديا تصرف لو مالي دام كاك لزياتي معركه خوي وري قلت يا هتا وري قلت بيش وري قلت بو يدرزني لو تكلا باسي المبيع قبل قبضه من ضمان البائع الى ور ما قلت كما شتي فروش راه تاور نجيري نابي كرياره كدسكار دسكار يبقى هروها واشتراط التقابض ده بهر دولاش ليغ ور بقرن دم ودز لعين مجلس كنجن ان اتفقا في عله الربا اگر ما في دعوة كاركي لقل او اشتي كالزياتي والقرتيا علة الربايان اقبو مثلا كابرايك فردقن ما شيتوي لكن بقوت البابا او فردقن ما ايمنا اوش قوتي راسك ايتوي يعني دو شاهدة تبون مثلا بس قوتي قن مكم لي مستنوا لزياتي قن مكي جود دمي فردقن جود دمي او درست او سلحي سلحي معاوضشا برام لبروي علة الربايان ايكا هر دوغ مطعوم لو خوار زمانينا دبي دم ودز جويكي لمدرسة ليور بقري او جاسو الحكا درسته بي شو قاقل بري دواي جويكا دادمي دبي تربا اليدو حرام او هر دو شانق نحبار بلو ابي تربا او حالتي يكم بو كفي اقو تراسو الحي معاوضة يعني اشتاق لزياتي اشتاشي دي ور بجيري بكرتي ابان اقا اشتاك هر دو شان ربا دار بون او اندا فيويز بو لمدرسة دبي ليور بجيري حالتي دوام او على منفعتين اگر صلح كرا لسد لبرامبر ورقتني سودة شي فإجارة او في اقوتري إجارة تثبت احكامها حكم إجاري ليلي تجي مثلا وتم كاكا وتم بيلا وتم بيلا كي منا او بو بردي تجي يعني وتم او مانقايا مانقايا كي منا زادو شاهد مهبون يعني او بخوداني بيدا هنا واعترافي كل قوتي راستكي بس قوتي خانو كم لي مستينوا يعني قوتي مانقايا كم لي مستينوا صار شي خدمت اكم مثلا يك صار خدمت دكم يعني قلت كركت في القران خو انكم مثلا يعني قلت عردكت بودا شيرم اها او هاي استفاده شي قلت او بي قلت لي اجاره كانه بو ما علي خوت كوازد لي هنا ابوي او كابراهيم بكري قلت يا او اشد بوكا كوابو بو يفرم في اجاره تثبت احكامها او باجاره دا عندي وبرياره كان بكري داني بودا بين زاب اوش لباس ازاري زياد ريستر زيادة رونا كينوا اوش هل بشكا لسلح معاوضة لو تك لعوض لبرامبر ماري خوت منفعتك دور قلتيا اوش هل بسلح المعاوضة دا عندري كوابو او دوك اسماني باس ما انكدن هل دوك سلح معاوضة يا برام يكا شان منفعت دور قلت وش تازة باس ما انكد يشان خود اشتشيدي كدور قلت حالتي سيام بي اقوتري سلح حتيتا سلح حتيتا يعني داش كاندن بو يا فرمي او على بعض العين المدعات يعني اجر بيكات نكاها تجي لسال ورقت نوي باش يا شي شتا داوك لاوكا قلت بكاكا او خان و ايمنا يعني او مانغاي ايمنا يعني او تمبيلا ايمنا الشاهد يشمهبون يعني او بخوي اعترافي كذ قلت كاكا دا خيرتا قاتي نيوي خان يكم لي ور بقروا نيوي كي يشم عفوكا او درستا فهبه ابي تبخشين لبعضها لبو او نيو يي كلي ورنا قديوا بخشين كش بو شي لصاحب اليد هبو او كسي كدستي بسر معركه دا قلتيا في قلت لي الصلح الحطيتا في شاتي داش كاندن مثلا دري بابا والله او اتم بيلي امنا يعني او مانغا امنا اتو بردي تجان او خان و امنا اتو لي دا دانشتوي مش دري راستكي يعني انا نشي قول راستكي دو شاهد تبون كاثبات ولا سري او زاليت باريتوا ركاكا محتاجم نيوم لي اورب دوا نيوشم عفو بك اتوش قلت كاك نيو كي عفو بنيوم بدوا اوش بيكات نك بي قلت لي صلح حطيتا كواب بهي بش دا ادري ببخشين كانه نيو كد بخشيتوي فتثبت احكامها برياركان بخشيني بودبي كذا بخشي بخشيني دا بحثك ان شاء الله كواب كقلت قبورم كذا بتماريوي ولا يصح بلفظ البيع برام او صلح حطيتا يعني بيكاتني داش كاندن با لفظی بیعی دروز نبی بناوی فروشنه لبس اسکا فروشتن بوشتا که گوتری کشتا چی لبرامبر ور جیری اتو لیره هیسی لبرامبر ور نگه تیه بار کن نیوی مالی خوشد لدز دایا لراحی قوی تبار و خالا او کابرای عفو کردیا که انه هشتا کت بی بخشیا برامور اصح صحته بی لفظ سلحی با لفظ سلحی درستا گوتن نگود نیوان داتو گوتن که که وصلح مگر کردی لسر نیوی معنا نیوان ویبدوا نیوی دیش بابوتو بی بو عبارتش درسته دكواب ولو قال من غير سبق خصومة اقل ببين روداني هيتش شيء قوتي صالحني عن دارك بكذا قوتي بابا سلحي مقربك
لبريحانية كي خود بواندي فالأصح بطلانه أو باطلة لو تويستاش تشيشانية تخاني داجير نكريا لو قوري أو قسيبكا تشيش روي ندايك وابوس الحكا بتارا أو تائستا بحثي أعيانا بو يعني أوشتاني كوا قرزنينا حالتي شوارم بحثي سلح قرزي أكين أفرمي ولو صالح من دين أجر سلحي لقر قرز دارشي كيرت لبري قرزكي تيدي بداتوا على عين شتشي دي كي بداتي لجاتي قرزكي صحة أو بيكاتنش هر دروز دبيو هر بسلح المعاوضش دادن دريت كلباتي قرزي شتشي دي كد ورقرتيا مثلا أتو صد ديناري قرز داري مني ترم كاكا بين صد ديناري كم دوا دري والله نيتم برام كاكا أو ساعتم هي لجاتي صد ديناري كي ليم ورقرا مثلا أريم أواليم ورقرتي أو قرزك لسرة لاتي ساعتك أجدبي تمرشي من بيش يقول لي صلح معاوضة شكا بيكاتنا شي بقوري نوبوا برام أول ده هيا فإن توافقا في علة الربا أجل هاتو قرزكو أو أشتيك لجاتي قرزكي ورقلي موافقي أجدكبن لعلة الربا دا أو كاتي أشتوري تقبض العوض في المجلس لبي أو أشتيك لبني قرزك ورقلي دمو دزل مدرسة والبقلي دناء بيت الربا بو نمونا با مثال شي دي كبينين جنكت نوزنا مسقال ماري لسرتوا بي داري داري آفر الدورة صلحم لغربكا لجاتي أو نوزنا مسقال ماري ده هزار دينار ددمي اوش قوتي باشا دبي ده هزار دينار كي دمو دزل مدرسة تسلم كي لوش كا زيرو بارا علتي الربا عليك كنقديتا يعني مثال شي دي كا مثلا اتو ددنك دتنك قل من قرزداري بياوشي بوي قلت كاكا والله قال من في فيدانا بي بس لجاتي او قال ميك قرز لسر من دتنك الجملة ورقروا واجب دبي جوية كي دمو دز لمدرسة ورقري هذا بس اتك علة الربا اليكا او هاو نبو لسلح معاوضش اقر عينك لباتي عينك شي ورقر دبو على عيني مدرسة ورقر اتك علة الربا اليكا ايرجو هاي اتك علة الربا اليكا دبي عيني لعيني مدرسة ورقري برام وإلا أجر علة الربا يعني إجنبو هل كان الربا تيدان أبو يعني هل لايك تيدا أبو لايك يدي تيدان أبو تي أفكرين فإن كان العوض عينا أجر ويلا بري قرزكي ورقديوا شتشي برتاوبو لم يشترط قبله في المجلس في الأصح بيوزناك على مدرسة وري بكري هل مثالك خومان قوتي أفرد تخواد ورا صلحم لقل كل جاتي نوزنم إسقالكي كماري يكيتو لسلمنا برا او ما قاعد ددمي يعني او تم بيل الددمي هو درستا برا بي استجنا لما عين مجلس ورجيله كدياري كرا قوتي قبور مكر تربي لك دبي تمرشي وزاك جن تسليم يك جن تسليم بك او اگر لبرامبر قرزكي شتشي ور بكري برا او دينا اگر هات اشتكي ك ديدي قرز بو برا قرزك ربايتي دانه بو يعني لعله الربايه اللي قالوا موافق نبو اشتري تتعينه في المجلس بمزد عدندري دبي لعين مجلس عقد كيدا بو جاري بكري مثلا افرتك قوتي لجاتي نوزده مسقالك هزار كيلو غنم دي غنم ربايتي دا برام علتي الرباي لقر زيري اغنيا او دروس تقرز ببري بايزي هزار كيلو دي غنم دادمي برام دبي تعين بكري لمجلسي غنمكا غنم قد هاري بي يعني رجبور بي يعني ماسي باك بي أجاو في قبضه الوثاني درباري ورقتني شي دوفر مدهنا راسك يعني ويا مرزني بيش ديك جابو نولي وربجيري دبرت تشكا علتي الرباية يعني إغنية يعني مثلا جنك دري أتو نوزم اسقال ماري من اللي سر ولا تحصل حيث أقاركم أو باغم دي أو باغ يبدأ من يعني أو زوية يبدأ من لجاتي نوزم اسقال ماري يكي أو تعين كلايا زا يعني بري دا بارس الزل كان مبوبين لجاتي او تعين لك لاي حر دولاي هر دلوستا لبرس اشك علة الربايان اغنيا او هر شار قسمكي سلحي ما انقوتن او زا او شهر بمعاوضة حسيبا برا معاوضة دينيا او ديك معاوضة عيني بو بتليه تيكال نبي او جار دين السر بحثي قردن آزا كرني أفرميه وإن صالح من دين على بعضه أقر صلحي لقر قرزدار شي كير لسر ورقت نوي هند شي قلت بابا تصد ديناري قرزداري مني لون عدم نام ديوا قلت والله كاكا نيتم دقوة الصلح تقر كم لسر نيوي يعني نيوم ويدوا
نیوشد گردن عذابی یعنی یوم وید و ایدی که داد بورم یعنی ایدی که صلح لگر کم اوش فهو ابراء عن باقیه ابی تا گردن عذاب کردن لوی مایا كواب ويصح بلفظ الإبراء بناوي قردن أعزاكردن درست برين نيوام دو نيويدي قردن الأعزابي والحطي بناوي داشكاندن درستام هروها ونحوهما يعني بغير أو لفظان رشيب لدبورم يعني ساوبوشين لكردي يعني فريم دا وبلفظ السلحي في الأصحي بلفظ السلحيش درستا دا كواب استا لقال جنكي قوت بيك دي داري آفرت والله من نظم اسقال ماري قرز داري توما مش نکش داره که دمی سکالم دوا ایدی که گردن در عذابی او راست گردن در عذابی برام دمی او دمی سکالی دم و دست بده در ایدی کش گردن عذابی او صلحش هم پیه گوتره صلح الابراء هم پیش یه گوتره صلح الحطیتا هر دو چی پیه گوتره صلح حطیتا داش کندرا چون حقی خود کمتر دور گرتی توا اوش وشی عینی بو که عینی و دور گرتی و نیورو نکتوا هم لیره زائد ناوشی دی هیا که گردن اعزا کردن شو گردن اعزا کردن بو قرضی بکرده بو عینی بکرد نایه بو صلح حتیته عینی لیون داره ابرامان نگود لیره ابرایه کش داره این ایره دو نوع ناوی لینا هم صلح حتیته هم صلح الابرایه برام اوان ده هیا و بی لفظ صلحی گوتی با لفظ صلحیش درسته اگر با لفظ صلحی بو دبی بری قبورم کرد كلمة قبورم كرد لسلحة دا پيوستة برام لقردر آزا كردنه و لعفو كردنه و للعب دانه دا پيوزنه بري قبورم كرد يعني تولي كسا شي گردن الآزا بي لنيوه قرزم بري قبورم كرد و بري قبورم نكرد گردن هر آزا بي برام اگر با كلمة سلح بري دا بري قبورم كرد لسلحة دا كلمة قبور كردن پيوستة او زالي را لباسي ولي و سرپرشكاري باسي او من كرد كا دروزنه سلح لماري شیت و یتیم می‌ده بکری، با کمتر لحاظ خویان لیره دبید و مثلا که دوباره بکنی وا. به هیچ جورشی در زنی من دار یان شیت سلحی بکن. سو سلحی من دار و شیت در زنی دبی او کسی سلحی که بالغ و عاقل بی. و هر وعده در زنی او کسانش عفو بکن که دزدیجیان که دوتا سلمار یان اندامی چی آوان به هیچ جورک در زنی. او جاله و گوتمان ایوالی کج در زنی. یعنی اگر هاتو کسک تایی من داره چی هدف داره یعنی دسته چیلی کرده واسه پرش کاره که مافی اوینی توان کاره که عفوب که بر مالیش دین استن میان کمتر لحاقی خویلی بستنی هیچی بود روز نیا هر وها من داره کج لیره که باسی کین اوش بخوید روز نیا اصول حکا دبی حقی خوی کامل و مکمل ور بگری آیا شور رول مانده دوله بحثی ولی دوباره که مو غلطانه گو زور رودن مثلا کابرای اگه چی خنزرشه لمن دارشه دا یعن چاوی کورا اکا یعن دستشیلی اکاتوا یعن اوتومبیل لیره پی دشچینی دستی دشچینی مثلا او جا من داره که سرپرشکع لکه خود اکاتا ریش سپی که انهو پیاوتی بماری و یک عرکا که عفوم کردن هیچی ناوی چی مدنی هر بو یان کمتر لحق خوی ورگی او صلح دروز نابی حتی اگر من داره کش غازی بی کلی رباس کرین هر دروز نابی دبی حقی خوی بتواوی ورگیری بوی او زور مشکلی ها که کسک مثلا زرامشی لدست کجره با اوتومبیل یا بطفنجان به هرچی هبی جاعتن صلحی اکن صلح کش لسطح شتری کمتره من او پیاو کجراوش من داری یتیمی هنه او صلح دروز نابی لکم تر لسر خوشتی حتی رشت پیکانی رازی بن بوی امن بو او نوع صلحی نویرم بخوم چم دبرسی چوی قانونی شرع که سر خوشتی تطبیق نکلی اگر سر خوشتیج نبوده بی هزار میزقال زیر بدلی او شر تطبیق نکلی اتن بپاره ایشی کم ایشی که پیک دین نو والله صلح من کد صلح که معنی داکه که لحق خوی تنزول اش نکله خواه که وی تنزل که این دعو بابی کج را و که تنزل تنش کن او بالغ و عقل است برام ایه تی مکان نبی تنزلی به هیچ جورک تی داشی. او جا و این صالحا من حال على مؤجلين اگر صلح کرد لقزشی که وقتی دانوی هات بو على مؤجلين مثله لسر قزشی که دو آخر او بیوشی خوی بی برکاکا او صلح مگر کردی او قزشی که استا وقتی ده هاتی مم دوا پاش دو منجدی قزشی و چی وم دوا او عکس سیام به پیشوانه گویی او قرضی پس دو منجدی وقتی دانه ویده استعبم دوا لغه هر دو صورتان دا او صلح پوتلا دروز نبی کوابو بریاری هر دو قرض کان و خوی دمینی توا اوی وقتی دانه ویده هاتی واجب استعبی ده توا اوش که چه به لفظ صلحی بکاره نه اوی که کاتیشی نهاتی تا دو منجدی واجب نیب ده توا برام اگر این بر
صيغه انذار بي مثلا كابرا بري وقت قزكي دا حاتيا نيتم بدما اجبي او ما وان بودريش كي ديوا كلمه صلح بكانيني بري في سبيل الله ما وان بودريش كي ديوا او خير يا قاتي لبرتي خوي تبار طلع فرموي وان كان ذو عسره فنظيره الى ميسره اگر او كابرا وها ها تبرتاو كانيتي بارك ابداتوا فنظيره الى ميسره تاورام كان هتا ديبي يعني پیغمبر صلی الله علیه و سلم زور هاری دایا که صاحب قرض ماوی قرضی بو قرض داری دریش کاتوا او بناوی دریش کردنو درسته بس بناوی صلح درست نیا تنا عبارت که فرق آگاه ده هم دهبی برام فین عجل المؤجل اگر قرض دارکا قرض دانو کی و پیش قسطو استا دایا و نش یزانی صلح که بتالا صح الاداء او قرض دانو کی درسته بی قرضی لسر دایتی او ماوی کمای تیج دو مانگ که ماوی که سقوطکا أو جاري ولو صالح من عشرة حالة أجا صلح يقر كير لدى ديناري كيستا وقتي دانوي هاتبو على خمسة مؤجلة قوتي أوا أو قرزي إيستا دا دينارا صلح لقر كيردي بوم كيرديا بينز ديناري كا دو عيدو مانجي دي كبم ديوا أو بريئة من خمسة أبيتا قردن أعزا كردن لبينزان يعني بينزي لسلاتن چونکە بەناوی سولح گوتیتی گوتیشمان ئیبرا بەناوی سولحی دروستە کەوا بوو لە پێنج دیناران گەردەنی ئازا ئەبی و بەقیەت خەمسەتون حالەتون پێنجی دیکەشی لەسەر مێنن کە ئێستا بیداتەوە یعنی لەبەرەوەی بە لەفزی سولحی بەکاتینایە نابیتە دوو مانجی دیکە بۆ مانجی دی دوانایخلی بەڵام وەلەو عەکەسە ئەگەر کابرایەک بەعەکسەوە کردی مەسرا گوتی او د دیناره قرضې پاج دو مانجی دی ماید پاج دو مانجی دی ما بم دی وا صلح ما گر کړ دی ل سر پنځ دیناری استای حاضر بم دی بناوی صلح گوتی لغه او په کات نه پوڅه د بیتو شکل پر برابر او پیش کسنی کاته کا وازی لا بنچینې ل پنځه کې دی هینا کاتی جو پیش نه اخلي اها دوباره کما اگر کابرا صلح گل کو تکا کا والله اشتا دو مانگ ما قرض کم دیوا بلام صلح مگر کردی او د دیناری ک دو مانگی ما بم دیوا صلح مگر کردی به 5 دیناری استا کا او صلح بتاره بناوی صلح بلام اگر اتفاق شی له خارج عقد کی بو خو کن بلی باب والله پارم پی دوی د دیناری د زانم پیت پیدا نه بی بلام اگر استا 5 بو پیدا بکی لوی دی گردن د ازا کم بوعد نك بناوي السدى بناوي وعد نك بناوي السدى او قيدنا كهنجين وعدي خود زي بزيبكا وش بين زكي بو هنا او بريكاكا بين زكي ديش قردن الازابي او الخارج عقدية او وعدا وفاب عهدك بقيدناك ابرا ازا قوتمان قسمي يكم صلحة لسر سي لسر اقرار الصلح على اقرار ازا دين سر بحثي ادوام أفرمي أصلاً القسم دوم الصلح الصلح على الإنكار صلح لسر إنكاري مدعى عليه مثلا دعوة لكراو داري والله بابا هيت قرز داري تونيما زا الصلح يقربك يبري ورا الصلح ما قربك لسفرانشتي فيبتلو أو بيكات نبتالا ودروز نابي لوتك اعترافي نكديك أو ماريت وشاهدي شدنينا نشاهد بنو اعترافي كلمي صلح كبتالا كنجين إن جرى على نفس المدعى أجل بيكات نكبي تزير سر ورقتني خودي دعوة كلاوكا وقت شكي عند سر خان وقبي دعوة لكلاوش دان نهيني دعوة كاري الشاهدي نبن إن جرى خان وقا بدري تدعوة كاري يان بدري تدعوة لكلاوي يان شتر لزيات خان وقا بدري تيشان أو بهج جورك دروزنيا لو تكر نشاهد هي ني اعتراف هيا وكذا إن جرى على بعضه هل وقال بيكات نكا لسر ورقتني بشي شي دعوة لكرا وكش بي دعوة كرا وكبي وبركاكا خانيا كني وبوتو ني وبومن مثلا في الأصح لفر بودي راس تبدا أو سلحش هدرز نابي شكا اعترافي نكذيا وقوله يعني قر دعوة لكرا باش دان نهناني بري صالحني على الدار التي تدعيها سلحي ما قال كا او دعوة لكرا ودري كاكا سلحي ما قال كرسر او خانوي كدعوام لأكي ولو اعتراف جناك بيتو شاهد يشدين برام سلحي تلقى لكم ليس اقرارا او نابتي اعتراف كبري مركة كمرشيوية في الاسعالة فالمدير راس لنا بركو مقصودي تي لكور جيتري او كابرا يبيتو ماري خوي بقرباني خوي اكا اجا قوتمان سلحي مع الانكار كدان نهيني وشاهد يجنبن دروزنيا برام لا مسهب امام حنفي و امام مالك و امام احمد دا لو سه مسهبانه دا صلح کردن لحالت انكارش دا درسته
بس بلام دزادة بيجردني إيج ديكر عذاب كان تا لقيامة توشي جزاي خوي تبارك وتعالى نبن أوش تحفظ مغني ما هو مسيما سبينا خلكيديا إيه ده باش كاكا أو جا القسم الثاني قسم دوام جا قسم يكم معنقوتي يجري بين المتداعيين صلحكا لبين دوك ساندي تجي أجا لو دوك سانج داوالي كراوكا يعني اعترافك يعني اعترافناك إيه قسم دوام الصلحش يجري بين المدعي والأجنبي لبين داوا كارو بيغانا شي دي كتسا كبا يبا يواني با إيشا كيوانيا صلحكا لبين ويو دي بيغانا كي دي تجي فإن قال أجا أجر داوا تي بيغانا كهاتو قوتي وكلني المدعى عليه في الصلح أو كابراي كمدعى عليه أو داوا ليك راوا أتو داوا خان وكي ليكي أمني كردي تمكردي ما وشيلي خو حتى صلحي بوبكم إيه وهو مقر لك أوش اعترافك أو خاني خاني تو بلان بخوينا هاتي أمني ناردي ما يعني نقود اعترافك وتي من بخوم دزانم أو خاني خاني تو يا أوش تش إيه داوا ليك راوا كي دايتي من تا صلحي تقركم ليم ور بقرا مثلا 6000 دیناری هنا بو گوتی لیم ور بگرا و ای داوا دکرا و که بم لیدان اردیا داوا کارکش سلح کر گوتی باشه قبول ما 6000 دینار کی لبات خان و که ور گرم ا او کاتی صحه او پیکات نه درستا و چی بیع لیلی کابراش و چی دا ها کانه او شته به وکالت به فروشتیا لو چونکا انسان قسی ور جیره کم بر و چی دی فرانکشیم که فرانکسیم ما دان فرانکس که انکار نکا دو درس وصل على قلبي قانيا مدعى عليه هر نديتيا برام ولو صالح لنفسه اقل بيقانا كسر حكي بو خويك يعني تي وتي بابا او خانية اتو داوا اكي افران كسي ورسول حي اقل منك امن بو خوت لماري خومت ستزار ديناري لجاتي ددمي والحالة هذه برام حالتي شر حالتي رابر دوب وقوتي داوا لكراو دان بما في تو دادهيني دري او خانية ايتويا اعتراف يعكرديها برام او باري ومن ندا سلحي تقرق من بباري خوم ستزار ديناري ددمتو سلحي تقرق صحة او بيكاس نزدرستو وكأنه اشتراه وايد دي بيغانك اوشتي لداوا كاركي كريا بوخوي زبارسي دواي لداوا لكراوي ورقلي توا يعني خانيك ابيتي بيغانكي برام وإن كان منكرا أجر دعوة لكراوك داني نهنا بما في دعوة كاركا وقال الأزنبي يبيغان كشبو تباب الدعوة أو اعتراف ناكا كأخان يأيتوا شاهدي شنين كأيتوا برام أمن دزانم هو مبطل في إنكاره أو كابراينا حقا كإنكاري أكا دزانم أو خان يخاني توا أو قوتي بخوم دزانم أو خان يخاني توا أتو راستكي برام ورسول حيدا قرم انتكا أو شتي خوم الددمي 6000 ديناري خوم الددمي مثلا يعني او باغي خوم الددمي لجاتي او خاني كجي صرت هي لقر او بياوي اوش درستا فهو شراء مقصوب برام تيا بكريني اشتشي داجير كلاو دا اندري يعني تي بكريني اشتشي داجير كلاو دا اندري فيفرق فرق دا اندري بين قدرته على انتزاعه تاخوا او بيغانية دتواني او خاني داجير كلاوي لداوالي كلاوي بستيني توا او اگر قدرتي هبو درين صلحك درستا وعدمها يعني اگر طاقتي نبو لي بستين توا درين صلحك درس نابي لوشكا لا شروط كاني بيعي قوتمان والقدرة على تسليمه دبي فروشيار تواناي هبي فروش راوكي تسليمي كريارك يبكا اذا قوتي درستا بداتا اشتي مخصوب بفروشي لقادر على انتزاعها كابراك كتوانا هبي ايرجو شي وين دريا اگر گوتی کاکا او کابرای ظالما بنا حق خانوی لتو استانیا برام ورا امن بماری خون سلحی اگر تو کم او خانی بدمن اگر زانین تو انا هی خانو کی لوی بستینی تو او سلحه ک درست بی و خانو کش دبی تماری و پارکش لا صاحب خانی کی حلال بی اگر تو انا شین ابو بیع ک درز نابی سلحه ک درز نابی برام و ان لم یقل هو مبتلون اگر بیگانه ک نری او کابرای ناحقا نری من نظام دا حقا لغا صلحو پیکاتنا که پوچل دا بیتو دانا مزلی لو چوشتا چی وهای کریوا چو او کابرای نزانی تا خواه مرچی فروشیاری یا مرچی وینیا و چی بای اول غرار لیده لبر هنده که او فروش ندروز نابی و صلی اللہ و سلم علی سیدنا محمد و آله و صحبه اجمعین والحمد لله رب العالمین